ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس كما العادة وكل إعادة فائفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين أشنو التوقعات ديالهم ديال المباراة ديال الوداد البيضاوي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية. لا بغيتوا تعرفوا التوقعات ديالهم أجوا معايا. الله يكبر. قول لي أخويا يعني التوقعات ديالك ديال الماتش ديال الوداد مع الهلال السعودي إن شاء الله كأس العالم للأندية. وكنتمناو الفوز للفريق ديالنا ديال الوداد البيضاوي. فبعد ما ظهر الفريق الوطني ديالنا بواحد الصورة يعني اللي العالم كله اعترف بها المستوى الراقي والعالي جدا، فاحنا بغينا هاد الصيرورة يعني تزيد تجسد كي تنقولوا مع فريق الوداد البيضاوي. وفريق الوداد البيضاوي غادي على كل تعريف، الأندية الوطنية راه ولات يعني يضرب لها اي يعني حساب كبير، لا الفريق الوداد لا الرجاء لا الجيش الملكي لا عدد من الفرق. فبالتالي انا كمغربي طبعا اتمنى الفوز لفريق الوداد. في نظرك غيمشيو النهايه ديال كاس الانديه؟ غيمشيو النهايه بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاشي الله اختي. دابا نهار السبت ان شاء الله المباراه ديال كاس العالم الانديه ما بين الوداد والهلال السعودي، شكون اللي بغيتي يربح؟ انا بديك رجويه، انا رجويه وروح رياضيه. شوف انا بغيت الوداد تربح، لا هي كتمثل كاس العالم يعني كتمثل المغرب. كتمثل المغرب ونشجعوها، ماشي حنا روح رياضيه بحال الرجاء بحال الوداد، ولكن غنشجعوها ونتمنى لكم الربح ومن عندي يعني من قلب. شحال النتيجه؟ لا ديروا 3-0 4-0 5 حتى 10. دابا كلشي مرحبا بكم، كلشي كيزيد وما الزياده في البيوت. ها كاين زاد فلوسه، ونتمنى لكم النجاح والله يوفقكم. شكون اللي غيماركي؟ شكون اللي غيماركي؟ شي واحد كيعجبك في الوداد؟ ها كيعجبني التكناوتي. التكناوتي ماشي لعيب. التكناوتي التكناوتي يقول على هو اللي غيماركي. تحياتي. واش غادي نقول لك انا بالنسبه للوداد والهلال السعودي ان شاء الله كنتمنى الفوز للوداد ب4-0. وشكون اللي غيماركي؟ المهم 4-0 ما عرفتش انا اللعبه مزيان. المهم علي جي ماركي، علي جي ماركي، علي جي ماركي. المهم الوداد غتربح ب4. وفي نظرك الوداد غتمشي نهائي هذا كاس العالم للانديه؟ بما انه الوداد هي اللي الفرق اللي مشاركين في المغرب، كان يعني الوداد هي اللي غتوصل للنهايه وان شاء الله غنشرف الكره المغربيه. الكره المغربيه كما تقول لي التوقعات ديالك ديال المباراه ما بين الهلال والوداد نهار السبت في كاس العالم للانديه. واو واخا كانوا بداك الماتش ديال الفتح ما كانوش فهمتي يعني هاد الماتش دابا حنا المغاربه فهمتي هاد الماتشات الكبار كنكبروا كما تنقولوا. شوف الفريق الوطني كنا كنقولوا غيجيو في الطياره الاولى، ان شاء الله يكونوا مزيانين فهمتي مع الجمهور وهذاك الشيء يدوزوا هاد الماتش يوصلوا للنهايه. كنتمناو لهم يوصلوا للنهايه بحال الرجاء العالمي فهمتي، يعني نتمناو لهم حظ فهمتي بكل صراحه. الويد تاهما يعني على كل شيء كيلعب هنا في المغرب مع البيبليك مع الجمهور فهمتي، كاين لومبيونس. دابا انت رجاوي من قلبك باغي الوداد توصل النهايه ديال كاس العالم للانديه؟ من قلبي بغيناهم توصلوا للعالميه تاهما. تبقى تقول لهم ديما الرجاء العالمي تاهما يفرحوا شويه تاهما فهمتي، بغل روح رياضيه بكل صراحه. تحياتي. بغل روح رياضيه، احنا راه خاوه من بكري. دابا هاد الجناسي طالعه دابا اللي كيدير الحقد بعضياتهم بحال الوداد بحال الرجاء. ومن بكري يا صاحبي الرجاء والوداد احنا خاوه. الوداد ان شاء الله تربح، رغم ان فريق الخصم عنده كفاءات عالية تا هو، عنده كيلعب تا هو كورة، وكنتمناو من الفريق الوداد إن شاء الله يفرحنا كما فرحونا في الشامبيونز ليغ، واللعابة يبدلوا أكثر من المجهود ديالهم العادي باش يعطيو شي ريزولتا اللي تفرح المغاربة إن شاء الله. تما يديروا النية. يديروا النية إن شاء الله. والركراكي راه كاين تما. علمهم راه دار معاهم مزيان فهمتي، كنتمناو يفرحونا إن شاء الله. في نظرك شكون اللي غيماركي؟ خويا كاين ما تقدرش تعرف. ما تقدرش تعرف بحال المترجي فاش قال لهم انا اللي غنماركي في فينال ديال الشامبيونز ليغ، راه دار قد كلمته. كنتمناو يكون رباح، وشكون غيماركي يقدر يكون حسوني، يقدر يكون شحال تكون الحصه النتيجه شحال؟ اخويا ما نقدرش نقول لك. جوج ثلاثة ديك جوج تقريبا. الوداد والتوقعات ديالك للنتيجة كن على يقين. الوداد 3-0 غتربح. إذا جاء أسود المملكة في توني آخر الأحرار مسرق قرنوار عول عليكم يا وداد. وداد الأمة دم نتاعنا ولا عولنا عليكم. ما تخرجنا الافراح ما نديرتو ما تخرجنا نفس الكراف اللي كاس العالم في ارض قطر. ماذا قالت موزة؟ سيحتضن قطر حلول اليمن وصعود المملكه الديربي المجنون اللي قبل نصب الحلول حتى النخبه عالميه. نكون يا وداد، وداد الامه ما تخرجناش من البيت الاحرار. مشرق قرنوار للعلى انوار، انتظارات كبيره لكم. اقسم لك بربي نجاو تعطي الوداد.